في شركة مصرية، الشركة دي طورت سماد عضوي وأعلاف بروتينية للأسماك والدواجن باستخدام ذبابة. ده عشان نقلل من استخدام الأسمدة الكيميائية وفي نفس الوقت نحافظ على البيئة. طورت شركة مصرية سماداً عضوياً وأعلافاً بروتينية للأسماك والدواجن باستخدام ذبابة الجندي الأسود بهدف الحد من استخدام الأسمدة الكيميائية وحماية البيئة. الشركة تعمل منذ عام 2018 على تربية بيض ذبابة الجندي الأسود والإكثار منه لقدرة الحشرة على التهام كميات كبيرة من المخلفات العضوية، مما يساعد على تقليل انبعاثات الكربون. حشرة الجندي الأسود ليها دور بالغ الأهمية. أولاً هي قادرة على التهام كميات كبيرة جداً، يرقتها قادرة على التهام كميات كبيرة جداً من المتبقيات والمخلفات العضوية، فبالتالي بتقلل لنا الانبعاثات الكربونية وبتعمل وبترجع تاني المتبقيات العضوية لسلسلة القيمة، سواء بطريقة مباشرة عن طريق استخدام البروتين الخاص باليرقات أو الزيت في تغذية الأسماك والطيور، أو استخدام مخرجات اليرقة في عمليات التسميد العضوي وإنتاج أغذية وفاكهة وخضروات آمنة وخالية من أي متبقيات غير عضوية. المركبات اللي احنا بنستخدمها دلوقتي اللي هي المركبات العضويه الناتجه من مخلفات من اصل حشري ديت زي السول ماك برو دوت، قلل التكلفه للنص، ادت النبات اللي هو الاحتياجات اللي هو عاوزها بالظبط، زادت المادة العضويه اللي موجوده، يبقى انا دلوقتي قللت التكلفه بتاعتي والنبات خد كل العناصر اللي هو محتاجها تمام، وخلى النبات بتاعي بفروره بالجمال اللي قدامنا دوت. يبقى احنا دلوقتي بنجري على الحاجه العضويه، ده لما في الغالب الحاجة العضوية دي كلها مش هتضرني خالص. كما تسعى الشركة إلى التوسع في إنتاجها مع تزايد الطلب على الأسمدة العضوية، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية ويساعد على حماية البيئة.